السلام عليكم ذيس يور بوي بيج رياكشن جانيكم ليت بريكسيون جديده كالعاده والعواد الجديد موجود بيج رياكشن موجود الفوضى ديما باش تلقاها موجوده دونك واحد كسبسكرايب وركش يا برو سماره بالترك الثاني اللي هبطوا شوبارد لونيد ما نكذبش عليكم شوبارد تعرف ابو قيره صح فهمت كيفاش دونك يمكن عادي نعرفوا سماره من قبل سما تيتروات هكاك هذا ما يمنعش نكتشفوا مع بعضنا نشوفوا شنو هي اللغه شنو هي الفايب شنو هي يحب يوصل لنا سماره اسكو باش يحكي على الموضوع اللي صار والا ليه خاطر انا نتصور ليل ولاد نتصور تراكيت ديجا يعني ديجا مسجله قبل الحادثه اللي صارت واللي حكي عليها مش حادثه اكسيدون يا برو اما الحادثه يعني سوء تفاهم اللي صار وخرج اعتذر عليه بعد ستوري اللي هبطها هذا ما يمنعش ولاد نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا نشوفوا شنو هي اللغه سماره شو يحب يوصل لنا جيب جام من جو جيب شتفردو يلا بينا ليتس جو يا برو يلا فهمنا لي الفايب شي تعدى كيما التراك اللي هبطوا قبل هذايا صحة ميرسية ما هذا ما يمنعش بيت هذا هارد أكثر من التراك الآخر برو بيت هذا هارد أكثر دونك يمكن نسمعوا فهمتني ولا الفايب بتاع كلي باش تعمل جو يمكن بيان سور ما نجموش كلي نقاسيو مع سمارة صاحبي والله Je suis pas à l'aise, normal, ça marche, yeah. On est mal au magie, tu ne sais que ça va être mes ailes de tabou. On a une tire à l'écho, et quand tu me sais de tabou, c'est là. فعلا نطير عليك واخذ قدري وانت مازلت تتزبر يا برو احكي لنا صاحبي لا ولا ما تحكي لنا ما تحشمش برو نطير عليك واخذ قدري مازلت تتزبر اه نزل علي الحيط وباقل علش نتكبر بعد الاشي خفيت ونصر وحدي صغري نتذكر باقا كل لبس برادا ماما عندك انت يا ابن اختم بش نجيب فلوس البابا برو اقوى موتيفاسيون صاحبي انك تجيب الفلوس هذيك بكثريتنا انا واحد من الناس ومن العباد اللي نعرفها يعني مكثريه العباد تحب تعمل الفلوس باش تخرج من البلاصه اللي هي فيها وفرض الوقت واهم حاجه انك عائلتك صاحبي فهمت كيفاش انا واحد من الناس طموحي في الدنيا هذيا اني نخرج من البلاصه اللي انا فيها وكيما نقولوا نوصل وين نحب وفرض الوقت ما ننساش عائلتي اللي هي اهم حاجه لازمك ترجع يا برو فهمت كيفاش دونك صحيبي حتى وكانك تعب لازمك تخدم صح فماش حاجه بر الخدمه برو فماش حاجه بر الخدمه والله نخدم باش نجيب فلوس البابا رادا خوما بيبي سور جيتي روتا وقتي نعطي لخويتي حتى كنتي حنا نلقى الفافا عيشو فينا خكو مخكو طبلو دول زونا نتقبلو كواترو تريو الثاني وانا اونو منعليش تتوترو لكم نومي كواترو تريو الثاني وانا الاونو ما علاش تطروا يا برو اسمع عندي برشا مسمات السمارة يا كلي برشا ايجو نسمعوا فيه خرج فيه صاحبي اما في بلاصتو كواترو تريو في بلاصتو وانا الاونو ما علاش تتوترو اه مش نجيو كما قدرنا على ذاك نعدو اسمع سمارة وصل له الحديث ابا اغزر كيفاش يوصل يا بدو اغزر كيفاش يوصل باش نجاوب ما كبرنا على ذاك نعدو قلت لك مانيش باش نجاوب ما كبرنا على هذاك نعديو يا برو من علاش واحد تي سايب عليك برك لا شي غيري فهمت كيفاش راني مانيش باش نجاوبك مانيش باش نخزر لك خاطر انا نبرولو ما نخزرش لتحتي صحيبي
تنجم تزيد تبربش، فهمت كيفاش؟ العباد باش تكلاشي سبارة اكثر، اما فرض الوقت توصل اللي سبارة يعرف البلاصة اللي هو فيها، وبالرسمي كيما نقولوا ما فماش اللي كونكيرون، فهمت كيفاش؟ علاش باش تكلاشي؟ رانا كبرنا على الشيء هذاك ديما نتعدى صحيبي. هذي الايام شبيني واللي كنتي كي نحنا نفضوا حبوا شدونا انا في الزونة قالوا حبونا لكم اخدونا ايش نومونا عنا البطولة خاطر فوتنيهم طير في سميهم عنا البطولة خاطرنا فوتنيهم خاطرني طير في سميهم يا برو. دونك عارفين علاش الكلام قاعد يوصل سمارة سمارة بيدو عارف علاش الكلام قاعد يطيش لي برشا وعبيت قاعدة تكلاشي فيا خاطر هما بيدو ما عارفين تو برو انت لوجيكمون رابور مشي كلاشا سمارة وما عندك معاه حتى بيف ما عندك معاه حتى مشكلة جوست كلاشيتو وانت يمكن حتى اصلا في الدنيا ما ريتوش ولا ريتو مرة في حياتك ولا مرتين في حياتك ونحكيو على رابوريت لهنا ماناش نحكيو رابوريت صغار نحكيو رابوريت كيما نقولوا نوامر صغار بالنسبة لسمارة ما ماهوش صغار عندهم الفيم عندهم الفان بيز نتاعهم ديجا مازلنا كي شفنا برشا كلاشيت مشيت لسمارة دونك شتفهم اللي برو راه ما يجيك كيما نقولوا الهيت هذاك والسبان هذاك انا ما عارف راك في الطريق الصحيح انا من قبل نقولها برو من قبل نقولها اذا برشا عباد كرهتك وماكش تعمل في حاجه خايبه ركز لي مع ماكش تعمل في حاجه تضرهم كيف ما نقولوا فهمت كيفاش مش تعمل حاجه تضرهم وتبدا مكروه تقول انا على الطريق الصحيح ها صاحبي انت مريقل على روحك كيما نقولوا عايش وحدك في هواك فهمت كيفاش وعبيت تتبلع عليك عارف راك في الطريق الصحيح يا برو سافلو بوز صاحبي بطولة خاطر فوتنيهم طير في سميهم طافيهم بادي ميل دولار كو غاجلي فخاخ دون لي بلاكار اخسيس اغيس لي نيتشو با شوي با عاليس نوف مال سامارش يا طافي سي بادي ميل دولار فايب سمارة برو فايب سمارة برو والله اسمعي اخسس اغسس لين انتشو بار شوي با عاليس نوف ما تقوليش فيت من هنية برو ما تقوليش فيت من هنية سبارة صلي على النبي عادة مكرز انا هكا صح بالله سمارة تو سمارة سمارة حول سمارة نكتني في راسي سمارة تو دقيقة كاملة برو دقيقة كاملة ظلام برو ها دقيقة كاملة ما فما حد شيء برو يعني عليه حاطط لي في مخي اللي هي 3 دقائق ونص وبالزد باش نسمع بارت 2 وبالزد باش نتحرك وباش نسرح افيت تراك يا برو لماذا سمارة علاش سمارة يهديك ربي سمارة يهديك ربي هذا ما يمنعش الوليد تصير الفازة هذه الوليد صارت لي برشا مرات قبل ويرحب ويهديكم بالتوبة خاطر برشا منكم فيقونا جاونا الانستغرام يبرو قالوا للي يقول لي راهو فما فيديو مهبط باسم فيديو اخر اللي يصيروا الفازات هذوما الوليد خاطر كي تبدا تهبط خاصة عندك برشا خدمة دوك اوتوماتيكمون تغلط نعرف اللي سمارة عنده ليكيب بتاعه خاصة اما ليكيب بتاعه كيف تنجم تغلط في الحاجات هذيا ولا ينجم هو يكون عاملها بالعالي هذا ما يمنعش في زوز حالات اسمعنا الموجود سمارة شوبارد تراك الولاد اوديو موش كليب هبط بعد الموضوع اللي صار سمارة قلب الدنيا الولاد قلب الدنيا حرفيا ما هذا ما يبناش تجاوزناه الموضوع خطر فيه خرج وضح لمن غدوة ما صار شيء امورنا مريقلة جيست عنده مشاكل خدمة الله غالب كما نقولوا تم كلي خرجت ستوري تك تك كلي في لحظة غش يعني كيف ما نقولوا في لحظة خارة رجع فسر للعباد جاونا بيه تجاوزنا الموضوع هذاك عنده مشكلة مع البرود نتاعو سيزار برود يفضها الولاد احنا شعلينا في الشيء هذايا اما بيان سور ان شاء الله يفضها وان شاء الله كان عنده فلوس تهزت له كيف ما نقولوا وان فلوس متجمدة ولا اي موضوع ان شاء الله ترجع له خاطر يبرو ماكلة حق العباد راهي اخيب احساس في الدنيا هذا ما يمنعش كملنا سمارة الفايب متاع العادة ما مرة هذي سمعنا تلميح البرشة مواضيع وفرض الوقت وصل للعباد اللي تكراشي فيه والرابيرات اللي تكراشي فيه يا ناس راني نسمع فيكم اما راني حاجركم راني مانيش باش نجاوبكم خاطرني نعرف روحي طاير في سماكم فهمت
تو سامبلومون نعرف روحي الاول ونعرف انت بيدك تعرف انت علاش تكلاشي فيا. دونك مانيش باش نعطيك لاتونسيون هذيك خاطر الاولاد راهو سماره كان يرجع على كلاش من كلاشيت راهو عارف اني رابور هيك اتلانتا سي بون. لازمك تخمم فيها كي خاطر كي بالرسمي هذاك استحيح فهمت كي تخمم فيها ستاتستيك مون وامر راك عارف اللي سماره كي يرجع على كلاش هذاك وهذاك باش يعاود يرجع له برو من الاخر لحبايه بتلانسا. دونك سمار عمل له ليز يسب فيه وزيد فوق هذا الكل عمل له يعني كيما مستوى باش زاد عرفوا اكثر واكثر. دونك لهنا تفهم علاش سمار ما يجاوبش وما تنجمش تلوم فرد الوقت. كملنا اللغه صاحبي شبيبه جوست غشنا فهمتني ولا سمار غشنا بك دقيقه زايده في الاخر. هذا ما يبراش خدمنا الاولاد وجبنا لكم اللي طالبينه. ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا. نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنساوش اراكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم سبسكرايب تاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينسكول او اللي في الديسكريبسيون يا برو نقرا خفيفه تلقى روحك غادي عندكم تيك توك بخشيش كل شيء موجود وبيج رياكشن بقدرة ربي 7/7 ان شاء الله. واحد سبسكرايب ماكس بارتاج ماكس سيبور اراءكم يهمونا الولاد. مرحبا بالناس الكل وبيان سور كان فما جديد حطونا في الكومنتات ولا يجيو للانستغرام وابعثوا ميساج وبقدرة ربي الخدمة تلقاوها ديما موجودة. وقبل ما نختم رياكسيون موضوع العادة والاهم قضية الفلسطينية الولاد نذكروا بها باللي نقدروا وندعموا القضية باللي نقدروا. تحية فلسطين دائما وابدا. تقابلوا في اقرب وقت ممكن. بيس.